السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في موضوع الهندسة الفراغية باستخدام ماثماتيكا، ونبدأ برباعي السطوح أو تتراهيدرون نسميه مثلا تي، بيتحدد بأربع نقاط. فنحط الأربع نقاط هنا، 1 0 0 مثلا، 1 0 1 1 1 1 and 0 0 0 1. الآن لرسم هذا الرباعي السطوح نستخدم الفانكشن graphics 3d. مثلا بنعمله بدون ألوان بالشكل هذا، فبيطلع لنا هو بلونه بهذا الشكل. هذا بسموه تترا هيدرون. ممكن اللون بأي ألوان أخرى، مثلا نقول له ريد، فبنحط التي مع اللون بين أقواس زي ما احنا شايفين. ممكننا طبعا نلغي الصندوق هذا والإطار، فنقول له باكست جوز تو فولس، فبيعمله بالشكل هذا زي ما احنا شايفين. بإمكاننا طبعا نحسب بعض الأشياء الخاصة بالتترا هيدرون، مثل الفوليوم. فوليوم حجم تي، يجيب لنا حجم هذا التترا هيدرون بناء على النقاط هذه اللي احنا حددناها هان. وراح نعمل واحد نحدد فيه نقاط عامة ونشوف كيف بيحسب لنا الحجم. أما بالنسبة للسيرفيس أريا، المساحة الجانبية أو السطحية، سيرفيس أريا of t، فأيضا بحسبها هكذا. طبعا نستخدم هان تترا هيدرون، نقول له مثلا غير التعريف t equals تترا هيدرون، ونحط النقاط a 0 0 مثلا، و b 0 c، و a b c، وأخيرا 0 0 c. الآن طبعا الرسم مش راح يرسم لأنه بعرفش قيم A و B و C، لكن ممكن نحسب الحجم. فنقول له volume of T، فبيعطينا الحجم. طبعا احنا لما نستخدم النقاط هذه ممكن تكون تثيات سالبة، فالمهم بيعمل لنا هذا سدس ضرب الابسولوت فاليو لB تربيع في C. أما بالنسبة للسيرفيس أريا of t، فبرضه بيحسب لنا اياها بمعادله طويله هكذا. اذا بيحسب حتى بالرموز، وهذا الجيد في ماثماتيكا انه بيحسب اشياء كثيره بالرموز، مش بس لقيم عدديه محدده. حتى ممكن نحسب ريجن سنترويد، اللي هو مركز الكتله بالنسبه لهذا هذه المنطقه، بنعرفها هكذا، فبيحسب لنا إياها أيضا بالرموز. هذه النقطة هي مركز الثقل أو مركز الكتلة، center of mass. أما بالنسبة لكيف نعمل أشياء فنية باستخدام graphics 3D، فهذه طبعا أحد الطرق لرسم 30 تتراهيدرونز، ونلون كل واحد بلون عشوائي باستخدام نظام الألوان هيو. هذه نحط random real، بيطلع لنا عدد قيمته بين 0 و 1. وبعدين هاي اللي هو الشكل هذا المجسم اللي احنا بنرسمه، وبنخلي النقاط الاربعة تبعته بيعملها بشكل عشوائي بحيث انها لا تزيد قيمة الكوردينيتس عن 1. فهذا بنتصور لما نقول ريال راندم ريال 1 4 و 3، يعني كانوا بيعملنا مصفوفة فيها 4 صفوف و3 أعمدة. فالأربع صفوف والثلاث أعمدة بيعملوا لنا النقاط الأربعة اللي بتاخد هذا الشكل. فالآن بيطلع لنا هذا الشكل الجميل. ممكن نغير اللي هو العدد إذا حبينا نشوفه بشكل يمكن أوضح هكذا، أو بنزيد أو بنقلل، فبيطلع لنا أشياء جميلة جدا. وممكن حتى نلغي البوكس هذا الخارجي. طبعا لما كل ما بنزيد الالوان
عدد التتراهيدرونز بيزيد، عدد الألوان، فممكن نقول له مثلا باكست فورس، فبيطلع شكل هكذا. الآن بالنسبة للكيوبويد اللي بسموه مكعباني، فبيعرف بالشكل هذا كيوبويد. نحطها إذا تركناها فراغ فبحط اللي بسموها اللور كورنر عند الأوريجين، عند نقطة الأصل. فممكن هان إذا هذا بيرسم لنا كيوبويد لور كورنر تقع في الأوريجين. خلينا نعملها بهذا الشكل، فيبقى طلع لنا المركز بيساوي صفر. كيف بدنا نرسمه؟ نقول له جرافيكس 3D طبعا لأنه مجسم، كيوبويد نسميه سي مثلا، هيك نسميه سي والسي. فهي طلع لنا هذا اللي بسموه كعباني، على أساس إنه كل وجه من أوجهه مربع. ممكن إحنا نلونه وممكن نرسم أكثر من مكعب في نفس الوقت. فنقول مثلا جرافيكس 3D، نفتح أقواس لما كنا نرسم أكثر من مجسم، نعمل اللون الأول، اللون الأول أصفر، نقول له كيوبويد ونحط صفر صفر صفر، أو نتركها فاضية إذا كان بدنا يكون اللور كورنر تبعه عند نقطة الأصل. فهي الأول، بعدين بنعمل هان الثاني مثلا بلو أو ريد مثلا وكيوبويد، ونحط نقطة نص وصفر ونص، يعني مش بعيد عنه كتير. فهيك نكون عملنا هذا، فبيطلع بالشكل الجميل هذا، في تداخل بينهم. لو عملنا هذه صفر صفر بس، فبتطلع لنا تداخل كتير جدا. ممكن نعملها هذه واحد زي هيك، وممكن برضو هذه نعملها واحد، فبتطلع لنا أشكال جميلة. عشان نشوف الضبط اللور كورنر هذه نعمل الاكسس ترو، فبين الاكسس وبحط عليه القيم. فهي هان اللور كورنر هذا هي عند 0 0 و0. نرسم تو كيوبويدز مرة واحدة ونلونهم لونين مثلا أزرق وأصفر، الأول أصفر والثاني أزرق. هذا طبعا الكيوبويد برضه ممكن نعرفه عن طريق اللور كورنر والأبر كورنر. النقطة الأولى اللي هي اللور كورنر، وهذه الإحداثيات. النقطة الثانية اللي هي أبر كورنر، نفس الشيء بالنسبة لهذا، فتطلع لنا بهذا الشكل. طبعا ممكن نعمل أشكال جميلة، فنن باستخدام توليد الأعداد العشوائية مثل هذه، ونحط الإدج فورم نخلي إلها شفافية معينة. الأوباسيتي هان لما نعمل مثلا 3 من 10 بتكون شفافية بتساوي 3 من 10، أو الشفافية هيك بتصير نص. الشفافية هي للحافة فقط مش لكل شيء. ممكن نغير هذا نعملها أوباسيتي هكذا، وبس كلمة أوباسيتي نشوف إيش بيطلع لنا هان. فبتطلع لنا المكعبات هذه نفسها فيها شفافية. ممكن الواحد يجرب قيم متعددة للأوباسيتي هذه، فممكن مثلا لو عملناها 1 من 10 فبتزيد الشفافية، يعني بتزيد الشفافية. الأوباسيتي حقيقة هي عكس الشفافية، فكل ما بتزيد الأوباسيتي كل ما بتقل الشفافية. لو عملناها 1 بصير سوليد كله والشفافية انعدمت. الآن بالنسبة للأوباسيتي هان، خلينا نشوف كيف بتأثر في مواضيع تانية. طبعا في فانكشن اسمها بلوت 3D، ترسم الفانكشنز في 3 أبعاد. هي بلوت 3D بترسم الفانكشن ساين اكس زائد واي تربيع، واكس بتاخد من سالب 3 إلى 3، واي من سالب 2 إلى 2. طبعا عشان نستخدم في بلوت يكون هان الفانكشن العادية، لكن هذه فيها متغيرين اكس وواي وقيمة الفانكشن هي زي. فخلينا نشوف كيف نعمل هان هذا الشكل، ونشوف كيف بيأثر الشفافية. هذه طبعا برضه 3 دايمنشنال، فجيدة كثير للتوضيح، الرسوم التوضيحية
ممتازة جدا، وخاصة للناس اللي بيشتغلوا في التصميم الهندسي مثلا. هان خلينا نزيد هذه، خلينا نخليها نص مثلا، تقل الشفافية بصير صلد نوعا ما، لكن في شفافية لأن مقدار 50%. نعملها مثلا واحد، فتطلع ما فيش شفافية، انتهت الشفافية بشكل كامل. شوف كيف برضو الشفافية كيف بتكون جيدة لما بنعمل مثلا رسمات زي الديسك. كان الديسك بيعطينا اللي هو القرص، ففي عندنا بدنا نرسم قرصين، الديسك الأول لونه أحمر والديسك الثاني لونه أخضر، والأوباسيتي هان بتساوي نص، ونشوف كيف ببين هذا في التقاطع. فرسم التقاطع، يعني الألوان نفسها بتتقاطع بيكون فيها شفافية. لو عملنا هذا 2 من 10 فبصير زي هيك، لو عملنا 3 من 10 هكذا، لو عملناها 1 طبعا بتصير ما فيش مبين شفافية، التقاطع مش مبين. 7 من 10 مثلا، فبتطلع بالشكل هذا، أو الأجمل إنها فعلا تكون نص أو 5 من 10. نفس الشيء بالنسبة لأشكال عديدة ممكن نعملها، في أمثلة كتير منها موجودة في ماثماتيكا. فهان نشوف كيف بيعملنا شكل عجيب، طبعا هان بيستخدم فيه عدة شغلات عشان يعملنا هذا الشكل الجميل. وممكن نقول له الباكست هان إذا مش حابينه فولس فولس، فبصير بدون باكست بصير زي الإطار السيارة بس، يعني جميل جدا هذا. وهكذا، فجيد للمصممين واللي بيحبوا يعني يتفننوا في الرسم مثلا أو أشياء أخرى. بالنسبة للكيوبويد هان، ممكن إحنا نحسب برضو حجم الكيوبويد زي هيك. خلينا نعمل كيوبويد هان ونخليه اللور كورنر في الأوريجين والأبر كورنر عند نقطة إحداثياتها الدبليو اتش مثلا. بعدين خلينا نحسب الفوليوم، نقول فوليوم خلينا نسميه هذا اسم معين، نسميه سي مثلا هيك. وبعدين بدناش يعطينا السطر اللي تحته هذا، فنقول له فوليوم اوف سي، فهي بيطلع لنا الابسولوت فاليو اللي حاصل ضرب الاحداثيات ال L و W و H. واخيرا هذا مثال موجود في ماثماتيكا، بيعملنا شغلة فنية مش عارف ليش بتلزم، لكن فيها تصميم جميل، فيها فن جميل جدا زي ما احنا شايفين. بيستخدم فيها يعني اللاينز، وبيستخدم اللاين اللي هو الأحمر هذا، وبيستخدم الكيوبويد اللي هو لونه الذهبي هذا. ممكن نعمل هذا ناخدها على جنب مثلا، نقول له كات جرافيك، نحطها هان ونشوف بالضبط كيف شكلها، ممكن نكبرها فبتطلع لنا أشكال جميلة زي ما احنا شايفين. فنتأمل فيه، لاحظ إنه في فن، في جمال كثير جدا، يعني أكيد في أشياء زي هذه موجودة في الطبيعة. وإلى اللقاء.